والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بداية أجزل الشكر للسيدة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة لإعطاء هذه الفرصة ودعوتي للإشراف سويا على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، كما تفضلت السيدة الوزيرة البالغة الأهمية، بين مؤسسة اتصالات الجزائر والمحافظة السامية للرقمنة. طبعا هذا التبادل تاع المعطيات وتنقل المعطيات يسهم كذلك في تحقيق التشغيل البيني لمختلف أنظمة المعلومات القطاعية، وهذا من خلال تجسيد الاستراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها المحافظة السامية للرقمنة، والتي يتشارك في تجسيدها كل القطاعات. مرة أخرى نحن جد واعون بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا من أجل توفير البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتوفير الشروط الضرورية كذلك لإنجاح هذا المسار للانتقال والتحول الرقمي. المشروع هذا كما تكلمت مع السيدة الوزيرة هو كذلك في نفس الوقت سانحة لكفاءات وإطارات القطاع وكفاءات وإطارات اتصالات الجزائر، من أجل هو استحقاق سوف يمكنهم إن شاء الله من تطوير كذلك والتعبير على الكفاءات الموجودة حاليا. فإن شاء الله ربي يقدر ويوفق الجميع، وستكون فرصة كذلك من خلال هذا المشروع لتثمين العديد من الكفاءات والمواهب التي يكتسيها وطننا العزيز. جدا باستضافة وترحب بزميلي المحترم السيد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في هذه المناسبة السعيدة جدا لتخص الإمضاء على صفقة مع اتصالات شركة اتصالات الجزائر تخص وضع حيز الخدمة وإنجاز شبكة الربط الأمن للقطاعات وهيئات الدولة. هذا المشروع الأول من نوعه. دونك هذا المشروع تاني نقول أنه هو يتوافق وتجسيد الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة في محورها المتعلق بالبنية التحتية القاعدية، لأنها شبكة للربط. دونك هي بنية تحتية قاعدية. سيتم لو بارتاج دو لا دوني، لا سيركيلاسيون دو لا دوني، دونك تبادل المعلومات والمعطيات راح يكون في بيئة مؤمنة بين كل هذه القطاعات، دونك تكون فعالية في الحوكمة، ومن جهة أخرى راح يسهل في ويحسن في الخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمؤسسة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.